اتزوج العامل فاتور. يا كابتن فاتور، احنا متفقين على كل حاجه، والاستاذ سيد مصمم على الطلاق. راعي. السلام عليكم. كنا عم نتفرج على برنامج عن تقنية الانترنت وخلص، بعدين قلبنا وبالصدفة طلع مشهد لعادل إمام. عادل إمام بحبه كتير، أنا كتير كتير ظريف، صار لي زمان ما حضرت له شيء. ايه بابا؟ في شيء؟ لا بابا ما في شيء، بس نسيت اقول لك تصبح على خير. تصبح على خير بابا. ان شاء الله تهدي معها. اهدى ولك، كيف بدك يا نهدى؟ ليجيب بنت وينه هلا؟ وينه؟ مات، مات ليترك بنت يتيمة وزوجة مصدومة. ولك الله لا يسامحك يا حسان، الله لا يسامحك. ما خير يا هلا؟ شو بكي؟ ما يا حسان ما اهدي اهدي، زاي شايفك كابوس. تحت تحت. يا رب تبعتي المصالة خير يا رب. هبة صباح الخير مرت عمو. صباح النور. شو اللي فايقك بكير كل هالقد؟ طول عمري فايق بكير، جده الله يرحمه عودني هالعادة. الله يرحمه. يعني فقتي بكير هي فهمتها، بس ليش عم تعذبي حالك وتحطي فطور؟ حبيت اتسلى. معلش تركي هتسلعي علي، بس انا كتير حابة يكون منكم وفيكم. ما صدقت ايمتى يكون عندي عيلة. صباح الخير. مو امبارح الصبح اكلت بيض مقلي؟ مالي حبيبي، الظاهر مو ماما اللي عملت لنا الفطور اليوم. انا ما كنت بعرف انه بحب البيض. هبه انسي، الاستاذ ايهاب كل يوم اذا ما اكل مرتين ثلاثه بيض مقلي ما بيرتاح، لذلك شيلي من بالك. رح قوم اقلي له. عدي عدي، ايهاب ما بياكل البيض غير من ايد ماما. بيتي ليش ما صبيتي شاي تلاقي؟ لا تقلب 30 كيلو بمرحلة. صباح الخير. صباح الخير.
تعرفوا يا بنات انا بحسها هي الانسه مالتنا عشان هيك ما بتضحك. انا بحسها بنياب طويل. وعلى هيك على هيك على هيك بالجنة. لا عن جد ما راح نشغل بالنا عليكي، وين كنتي غلطة؟ مو مهم. ما راح شغل، شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء، بس قررت اطلع من السجن اللي انا فيه. دانا؟ اهلين مرا. تعال. عن جد بدها تهرب. نتائج ممتازة. معناتها نضال بدت تتضايق انكم تعاملوه على اساس صبي. ايه وصارت تتعصب لما نادي لابو نضل، قلت لي انا اسمي نضال مو ابو نضل. ومبارح باخر الدوام قالت لي انها مالي ومتضايقه وضايعه كمان. طيب وما سالتيها ليش مالي ومتضايقه؟ ما سالتها، بس حسيت انه اللي مضايقه هو شعورها بالغربه عنا نحن رفقاتها. بس انا بدي شعورها يتحول لتصرفات. كيف يعني انسه؟ انسه حنان، الانسه نعمت بدها اياكي بمكتبها ضروري. خبر كثير حلو. ولو انه اجى متاخر. ان ياتي متاخرا خيرا من ان لا ياتي ابدا، مو هيك بيقولوا انسه حنان؟ معك حق. صباح الخير انسه، بعثت لي انسه هون لحط هدول بالخزانه. اي فوتي حطيهم، بس لا تخلطيهم بظروف المذاكرات. والله فرحتيني من جوات قلبي على هالخبريه. وقالوا لك امتى رح يداوم الاستاذ وسيم عنا هون بالمدرسه؟ الاحد الجاي ان شاء الله. يا ستي ان شاء الله يقدر يلحق المنهاج للطالب. ان شاء الله بيلحق. انا حكولي على الاستاذ وسيم الاشقر انه شاطر ومتمكن من مادته. واو استاذ اسمه وسيم الاشقر ياب. واو يعني الوسام باسمه والشقر بكنيته. هلا سمعينا ليكي بعرف مين امتى بده يجي ويعطينا. بلا هذا الاحد حيجي الاحد. من لحن نحضر حالنا ما بعرف. ولا شوفكم تحضروا حالكم. لكن انت خلاص خلينا نفكر بالاستاذ. لك شو بدنا نحتفل فيه؟ يا ترى قد ايه عمره الاستاذ وسيم؟ يعني مبين وسيم واشقر دخيلو سكول. صباح الخير. صباح النور. تفضلوا ارتاحوا. شو هاد؟ دبانه الاستيروبول بالسقف. انسي حافظين الدرس؟ نعم انسي. اجاك الموت يا تارك الصلاه. يا ترى دور مين اليوم؟ مش بعرفني. انا طلعت امبارح التسميع اليوم ما بسميع. ريما تعي لعندي. قومي مريم قومي قومي. الظاهر انه اليوم يومك. يلا ريما شو هالورقة اللي وقعت منك؟ ما في شيء. ريما انا شفتها بعيني. ما في شيء. طالعيها لشوف. طالعيها عم اقول لك. سألتك شو هي؟ ردي جاوبيني. يا انسه هي شغلات خاصة يعني ما بصير. والشغلات اللي مثل هي بنجيبها معنا على المدرسة؟ والشغلات الخاصة داخل منهاج الجغرافيا؟ بس انا مو بالقصد جبتها معي، يعني يمكن امبارح وقت اعطاني اياها نسيتها بالدفتر. ايوه وهي نطت لحالها هيك امزت امز من الدفتر وراحت لعند كل رفيقه من رفقاتك مشان يقروها ما هيك؟ بس يا انسه كريمه انت مو لقيتيها بدفتري، انت مو لقيتيها بين ايدين رفقاتي. وين ما لقيتها لاقيها، هيك رساله كلها كلام فاضي وسخيف، ما بيصير تنوجد بمدرسه محترمه. الرسالة ما فيها كلام فاضي وسخيف، بعدين ما فيها شي خطير، هي بس رسالة من خطيبي. من خطيبك من حدا تاني، كله مثل بعضه. هالعلاقات إلها خصوصيتها، وما بيصير تنعرض هيك وببلاش. بعدين وليه؟ مو أنت اللي بتحددي الكلام الخطير من الكلام العادي، فهمتي؟ طيب آسفة يا أنسة منى، خلص ما بقى عيدها. ماشي، رح أقبل أسف آخر مرة. بس إذا بشمها ريحة رسائل مثل هي تاني مرة، ما تلومي إلا حالك، فهمتي؟ ليش هيتيها؟ ليش هيتيها؟ شو؟ شو قلتي؟ من كل حالك مفكرة انه بدي اخلي لك اياها؟ الظاهر ما فهمتي شو حكيت معك ها؟ لك هي اول رسالة من خطيبي، ليش هيتيني اياها؟ يخرب بيتك شو حوالين الاذى، لسه خطيبي خطيبي شو ما حدا انضرب على قلبه غيرك ليه؟ طيب ليش هيك عم تحكي معي؟ لانك وقع حوالين الاذى ما عم تفهمي. انا وقع حوالين الاذى، هذا ظلم والله العظيم ظلم. وليه؟ انت فعلا وقع حوالين الاذى؟ روحي بوشك عند ولي امرك قوام بسرعه، روحي جيبي بتاعي قوام، فهمتي؟ ما
ماشي الحال، ما صار لو شقيتي لي اياها، ماشي الحال. يخربك على جي، انا ما في حياتي شفت هيك جي، لك يخرب بيتها موقعها، كأنه ما حدا خطب وانضرب على قلبه غيره. لا مش زهقانه، حنان مرت عمو عطتني كتب وقصص اقراهم اذا زهقت، وعلمتني اقلب بالدش اذا حبيت شوف تلفزيون. بتعرفي خالي ام رفيق، انا حاسه انه هالانسان كتير حنونه، بس يمكن بعد ما قدرت تتقبلني باعتبار وجودي رح يصدم اختها الوحيده. لا لا، هي ما حسستني انه مزعوجه من وجودي، بالعكس عم بتعاملني كتير منيح، بس ما بعرف ليه انا حاسه انها مش مرتاحه. ايه ولاد عمي كتير منيح ما عدا غيس. خالي ام رفيق، انا كتير حابه ارجع على لبنان، ما بعرف كيف، بس انا كتير متضايقه وحاسه بوحده. جاك هون؟ لا هون ما عم يجي. وهون؟ ولا هون. هون عم جاك هون؟ والله هون عم جاك. كثير؟ لا شوي. هون هون هون. اي والله هون. دكتور عن اذنك لحظة واحدة. تفضل. الو. ايه دلال. مشغول مشغول. ماني عم تهرب منك ولاني عم اسكر الخط. عنا مريض وعم نفحصه. ايه. طيب خلص برجع بحكي معك. بحاكيك والله بحاكيك. طيب باي. اهدي ريما. اهدي حبيبتي. خدي مسحيلي دموعك وعيدي لشوف عيدي. قولي لي شو عملتي لحتى وصلتي معها لهون؟ أنا ما عملت لها شيء، بس يعني يوم اللي خطبته هي حاطة نقرة من نقري، وتتبلعني على أي قصة هيك على الطالعة والنازلة. طيب طولي بالك واحكي. يعني بصراحة، بصراحة الآن سمونة بتغار مني. بتغار منك؟ عبري ما شو هالحكي؟ إيه مو بس مني، بتغار من كل البنات المخطوبين بهالمدرسة، بتحسيها هيك بتكرهنا وبتحقد علينا. بتعرفي ليش؟ لأنه ما لقيت حدا يطلع فيها أو يخطبها. لا تطلعي فيه هيك، والله هذا إحساسي وإحساس كل البنات المخطوبين بهي المدرسة. قلت شي غلط أنا أنسى؟ ما بعرف شو بدي قلك. وليه أنت لساتك قاعدة هون قليلة الأدب؟ أنا ما قلت لك نقلعي جيبوا لي أمرك؟ أنسى منى من بعد إذنك. أنسى حنان أنا بحترم رأيك وبحترمك، بس هي البنت فخحة ولازم ترباية، نقلعي من وشي. بكفي تحكي معي هيك بقى، ما بسمح لك أنا، أهلي مو بعتني هون لتشرشح وتبهدل، أساسا ما رح أقعد بهالمدرسة ولا دقيقة. روحي نقلي من وشي، قطع عمرك على هالهيئه، لك كيف عم تطقطق بالكعب؟ جايت لي بكعب عالي على المدرسه كمان، الوقحه لقليله الادب. انسي منى، البنت ما بصير تطلع من المدرسه اثناء الدوام مهما كانت الاسباب. ما بحويها بهالمدرسه ولا دقيقه واحده بعد اللي عملته. ليش شو عملت؟ بشو اسنبت لحتى بتعاقبيها هالعقاب؟ ليش ما قلت لك؟ ما حكيت لك شو مساويه؟ جايتني على المدرسه وحامله رسائل غرام من خطيبه هيك عم توزعون على البنات وحده وحده، لانه نحن من غير دفع من القصنا اصلا. قلت لها يا حبيبتي يا روحي يا اموره يا عمري يا بنتي، شو عامله؟ شو هدول الرسائل؟ هيك ردت علي بقاحه بعين مفجوره. شو قالت لي؟ قالت لي هي رسائل من خطيبي، كل العالم بتحبه وبتعشق. أكيد زعلت. دكتور غيس، نحن جاهزين. يلا رح آخذ التحاليل ولاحقك. بانتظارك. ردي دلع. زعلت كالعادي. أم رفي، مين اللي طبع هي المذكرة؟ شبك ليش ضايج؟ قول مرحبا بالاول. مرحبا، مين اللي طبع هي المذكره؟ هي طبعتها الانسه رنا امبارح الصبح، شو فيها؟ يا ريت بعد ما تطبع الانسه رنا اي شيء انك تراجعي من وراها، احسن ما اروح على المحكمه واكتشف انه في 20 غلطه. غلط؟ ايه نعم غلط كثير كمان. شوفي شو القصه؟ ليش هيك الصوت وانت طالعه؟
استاذ هيثم، هي الموظفه اللي على الكمبيوتر صايره عم تغلط بالطباعه كثير. شو يعني عم تغلط؟ يعني كل ما اخذ شيء مطبوع بكتشف انه في 20 غلط، شيء باللغه العربيه الفصحى وشيء بالمصطلحات القانونيه. طيب طيب, طيب طيب ممكن تورجيني الغلط؟ تفضل استاذ. شوف شو الغلطه يعني؟ يعني لو ما اكتشفت باخر لحظه كنا هلا موقف من حسد عليك. طيب ممكن تخليني اقرا وتوقف عصبيتك شوي؟ اوف اوف. اي نعم. هي مو غلطه، هي ورطه هي. على فكره استاذ، هي مو اول مره بتغلط. استاذ هيثم، رنا ما لها بالعاده تغلط، بس هاليومين البنت كانت مرهقه وتعبانه لانه سهرانه عم تدرس. تعبانه مرهقه تروح ترتاح ببيت اهلها، مو تورطنا هيك ورطه. ماهر ممكن هدي اعصابك شوي؟ أم رفيق، تدرس تدرس، بس هذا ما بيمنع انك تنبهيها لما بتطبع تنتبه، لانه المشاكل اللي عم توقعنا فيها مشاكل كبيره، يعني هون كنا تورطنا. منيح؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيك استاذ. بعدين انت من ايمتى بتنزل على المحكمه بدون ما تراجع المذكره اللي معك مره وتنتين وعشره؟ من ايمتى؟ انا مو شغلتي راجع مذكرات الانسرنا. اوعكم يخطر ببالكم مجرد خاطر اني بكرهكم لا سمح الله. حدا بيكره بناته كل ما هنالك خايف عليكم، على مشاعركم، على احاسيسكم، خايف عليكم من هالزمن. بس الله يلعن الشيطان اللي بيخليني اقسى على اعز الناس عندي. مشان هيك انا حكيت انا هون، اتفقنا وجبنا لكم كمبيوتر مشان تسلوا فيه حتى ما يضيق خلقكم بقلب البيت. اليوم انا رح اجيب مهندس خلي يركب لكم اياه، منه بتتعلموا ومنه بتتسلوا. الله يخلينا اياك يا بابا. الله يرضى عليك. يلا انا قايم قول لامكم تحضر لنا الغدا، لا تتاخروا بابا. يلا الحقونا. فرديه بقى، هي خلصنا من الحبسه وصار عندنا كمبيوتر. عن جد انا ماني مصدقه انه صار عندنا كمبيوتر. وسيدي رايتك كمان دخلك. شوفي لي، مو جايب قطعه للمراقبه مع هالكمبيوتر؟ رح حاجه تظلميه، هي جبلنا كمبيوتر مشان ما عاد نمل. هلا الكمبيوتر هو اللي رح يخلينا ننسى حبستنا؟ شو بكي؟ هي حاجتك لسه نقنا، شو ما بتملي. شو ما رح تطلعي لنتغدى؟ أنا قررت أطلع قبل ما يقرر هو. أخي لا طقتها ولا نزلت لي من زور. مو مطلوب منك الطيقة لحتى تعاملها منيح. يعني ما عم تخيل كيف أسرتنا بالبيت، صرت إذا بدي فوت أو أطلع على الغرفة آكل هم الطلعة. مزودة شوي أنت غيس، مزودة. علاء ماني مزودة، بس إذا الواحد ببيته ما أخذ حريته وين بده ياخذها يعني؟ يا أخي هن يومين ثلاثة يتحملها مشان أبوه. يعني على أساس إنه بعد يومين ثلاثة رح يطلع له قرابين غيرنا يجوا ياخذوها؟ هلا أنت ليش مالك طايق البنت؟ ما بدي أعرف. حرام تقعد لا من تمها ولا من كمها، ما عم تضايق حدا. لا يعني ناقص كمان تفتح تمها وتبهدلنا. قل لك شغلة غيث، هلا لو كانت هبوش بنت عمك دلوعة وغنوجة ولزوزة كنت بتعاملها هيك؟ يمكن، يمكن لو كانت دلوعة مهضومة نغشة كان الواحد قدر يتعاطف معها. إيه بس سبحان الذي خلقها، يعني جاي صبة وحدة البنت. علاء، الجمال والدلال البنت نعمة، واللي ما عندها انسى. على ذكر الجمال، شوف لي هالجمال اللي نازل من الأوتومبيل. دلع. يا لطيف، كأنه أضحتك زورة. مو كأنه، زورتني. لا عجب،
متزعلين يعني؟ دلع عيني دلع دلع روح. تعال لك شغلة، امشي نطلع لعند هبوش بنت العم نبوس هالوش لأنه هي ما بتزعلك. لك تضرب انت وهبوش، روح خلصني. خلصنا بكي، خلصنا بكي، قلت لك بكي بروح معك على المدرسة بشوف شو القصة. يعني بدي افهم يا عمي انا الغلطانة؟ ايه غلطانة ماما. والله ما كان قصدي اخذ الرسالة معي، كل القصة انه انا يا ماما مو على طول الناس بتعاملنا على حسب نياتنا، بعدين المدرسة إلى حرمتها وهيك شغلات خاصة ما لازم تروح معنا على المدرسة، أصلاً بيطرقوكي بالعين. خلاص فهمت. هلا أنا مو مع الأنسة منى، بس أنا ما بقي معنك المسؤولية، الغلط غلط. بتعرفي ماما إذا سمعتك الأنسة منى هيك عم تحكي لتقوى علي وعلى كل بنت مخطوبة بالمدرسة. وليش بقى؟ لأنه الأنسة منى عانس. ريما عيب تحكي هيك عن أنسة عندك بالمدرسة. ماما أنا ما عم بحكي عليها، هي صفتها. صفتها عانس؟ لا بس كل البنات اللي بيصيروا بعمره وما بيتجوزوا بيقولوا عنهن عانس. ونحن مدخلينك مدارس وعم نعلمك لتقولي اللي عم تسمعيه بدون ما تفكري فيه؟ ماما انت كل عمرك مدخلي براسي انه اللي ما بتتزوج بيروح نص عمره. هذا وقت اللي بتكون الشغله بايدها. اصلا نحن بنعرف شو ظروفها للانسه منى حتى بقيت لهلا بلا زواج. وليش عم تطلعي فيي هيك؟ ماما على قولة ستي اللي ما بيعرفك بيجهلك. تقبريني يا امي شو حنوني. احاج بك بكره بروح معك على المدرسه. يعطيك العافيه بابا. عليه بابا. عم تتعب صاير؟ ما في شيء بصير بدون تعب بابا. بابا مطولين بتصوير هالمسلسل؟ يعني كم يوم ثانيات. طيب يعني انت مضطر تحضر كل ايامات التصوير؟ وليش السؤال؟ عم نشتاق لك صايرين. يا بابا طول عمري بحضر تصوير مسلسلاتي وما كنت تشتاقي لي. ومين قال لك انه ما بنشتاق لك؟ بابا خدنا معك على التصوير الله يخليك. ودراستك؟ بدرس طول النهار وبنروح المساء انا ورفقاتي. رفقاتك كمان؟ ايه لانه جاي عبالنا نشوف باسل خياط وقصي خولي ورامي حنا وقيس الشيخ نجيب وانتي 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 مين حابه تشوفي؟ انا؟ حابه اشوف علا. بس علا خلص التصوير من اسبوع. صحيح؟ لسه على قولة شبكي شبكي، ما فيني شي، اتركوني بس لحالي شوي. حبيبتي تقبريني، فشيلي قلبك. قولي لي شو اللي مضايقك؟ مو على اساس البنات بفشوا قلبهم للبنات؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حبيبتي لا تكوني لسه حاطه براسك العمليه وهالحكي الفاضي. يا امي ندى وخطيبه برا ما حلوه هلا بيستفقدوكي وانا تركوني بحالي انفلق ان شاء الله طق. انا طالعه لعند ريما. الله يهديكي يا بنتي والله يسامح اللي كان السبب. هلا انت معي ولا مع الشمقرين؟ انا مع الحق. ريما بدي اسألك سؤال بس تجاوبيني عليه بصراحة، انتي مبسوطة؟ شو يعني؟ هيك مبسوطة مبسوطة يعني هيك بحياتك مبسوطة؟ ايه مبسوطة كتير، كل عمري كنت احلم اتجوز شاب حلو وحنون ورومانسي مثل خطيبي رامي ويكون عندي بيت حلو وولاد. ايوه غريب، اختي سألت نفس السؤال جاوبتني نفس الجواب، بدي اتجوز وجيب ولاد وهالعلك المصدي. نحن كل البنات بنحلم نفس الاحلام. هلا كل البنات ما بيحلموا غير يتجوزوا ويجيبوا اولاد بس؟ ليش قليله هي يعني؟ والله غريبين انتوا يعني. نضال خليني احاكيك بصراحه، يعني مو نحن الغريبين، انت الغريبه، بس انت لانك مو مثل نحن البنات بتحسي انه احلامنا كلها تافهه وسخيفه، لو كنتي بتحسي مثلنا كنت حلمتي هيك اذا ما كان اكثر. ايوه ودخلك شو في اكثر من هي؟ تحبي؟ حب؟ ايه تحبي؟ لا انا الظاهر صار لازم لك تصبحي على خير لانك نعستي وبلشتي توشي. تصبحي على خير، لا تنسي تجيبي ولي امرك بكره. باي. شبه هي المجنونه. ماشي. والله يا مدام بعد كل شيء حكينا لك اياه ولسه عم تدافعي عن بنتك، يعني
يمكن بنتي غلطت، بس مع هالشي ما بيحق لك ابدا انك تتهميها بالوقاحه وقله الادب والتربيه. يعني تستعرض علاقاتها الغراميه هيك قدام رفقاتها، هذا الشي صح؟ نحن من غير دفعه بنرقص. عفوا، كانك عم تحكي عن بنتي بطريقه مو منيحه. اولا بنتي مخطوبه، يعني علاقتها بخطيبها مو مشبوهه. وثانيا اذا حضرتك متضايقه من تصرف من تصرفاتها تتصلي فيني، وانا بعرف كيف ربي بنتي. مو تجي حضرتك تخانقيها وتهينيها، ونحن اهلها بعمرنا ما اهلناها. شان هيك بنتك طالعه قليل التربايه. قلت بنتك ما بتدخل على صفها لتوقعي لي على التعهد بانه عملتها ما تتكرر. اللي بيسمعك عم بتقولي عملتها بظن انه البنت خرقت طبقة الاوزون. البنت يمكن غلطت، بس هذا مو معناها انكم تقوموا الدنيا فوق راسها هيك. والله خرقت طبقة الاوزون ما خرقت طبقة الاوزون، هذا كله ما بيهمني. اللي بيهمني توقعي لي على التعهد انه عملتها ما بتتكرر. بدك توقعي ولا ما بدك توقعي؟ رح وقع لك، بس بعد ما قلك هالكلمتين ويا ريت تسمعيهم منيح. بنتي كانت تحكي لي كثير عن طريقه تعاملك مع بنات المدرسه. انا كنت دائما برر تصرفاتك بانه النظام هو اللي شاغلك وهي شغلتك. بس بعد ما شفت حضرتك، شفت انه حضرتك مانك مهتمه لا بالنظام ولا شيء، حاطه في بالك بس انه هدول البنات اعداء وبدهم تكسير راس. وزارتك يا انسه منى اسمها وزارة التربية والتعليم، مو وزارة التجريح والإهانات. طيب ماشي ماشي، وقع. لك شغلة؟ يعني أنا واثقة اللي صار معك بسبب اللي عملتيه بمساعدة. بالله. واللي عملته فيه هي قليل ما هي. لك هو قليل بس هي شغلتها. شغلتها تاخذ مني 75 ليرة لتهربني بعدين تروح تفسد علي. حاجة بقى ريما قلبك طيب أنت، ومساعدة درويشة، والدقمة مو ترتيبك هون. حرام والله. مساعدة مرة درويشة وفقيرة وعم تستهزئ من ورا الشغلة، يعني معقولة نحن نقطع برزقتها لأنه فسدت علينا فسودة صغيرة. هلا صرتوا كلكم معك على حسابي. تفضلوا رح اقبل اغراض امي بدا الله. ما بتخافي تحكي لها سرك لبنت حلوه؟ جربتها بكم سر صغير، ولما تاكدت انه ما ممكن تحكي لحدا بديت مرق من الاسرع الكبير. حكيتي لها عن الاستاذ عبد الله؟ الا هي. ليه بقى؟ قال داري على شمعتك تقيل، هذا عدا اني بعرف شو بدها تقول لي. شو بدها تقول لك؟ هي مشاعر مراهقه وبكره بتتغير، واللي بتحسي انك بتحبي اليوم بكره بتكتشفي انه ما بيناسبك. دوري على شاب من سنك يا بنتي، لأنه حبك مريض ومحكوم عليه بالإعدام، وهذا الحكي ما رح يغير لي مشاعري تجاه أبو العبد. بتحبي؟ كتير كتير. وأنتي بتحبي؟ وأنا كمان بحبه. مو أستاذي؟ لا صحيح رهف، أنتي ما بتحبي حدا؟ طيب، سألتي البنات؟ بلكي شافوا اللي فات على غرفتك واخذ البضاعة. سألتهم وحدة وحدة وكلهم قالوا ما شافوا شيء. طيب مساعدة لا تزعلي مني، عملت لك شيء عاملي مع شي بنت؟ لا يا ابو محمد، ليش انا شو في بيني وبين البنات؟ طيب شو رح تعملي هلا؟ شو رح اعمل؟ رح اديل شيء قرشي بجيب بضاعة فيهم مرة ثانية. لا يا مساعدة، بضاعة ثانية بعد اللي صار معك. شو اعمل لك؟ عيش على هالكام قرش اللي ما بيكفوني اجرة الغرفة اللي عايشة فيها. اتركها لالله يا رب، ما اتركها لالله. يعني لو ما لقيت هالشغلة اشتغلها كنت لقيتني مادة ايدي على باب الجامع. معقولة يكون غلطانة هيك غلطة وماني منتبهة على حالي؟ الحمد لله اللي انتبهوا لها قبل ما تقدم للقاضي. ايه والله الحمد لله، يظهر انه السهر صار يأثر علي اثناء الطباعة. بس خلص خالي عم رفيق، من هلا ورايح بدي انتبه لكل كلمة عم بطبعها مشان ما اوقع بالغلط مرة ثانية. ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله. خالي ام رفيق، بدي اسألك، مين اللي انتبه لهي الغلطة؟ الأستاذ ماهر. السلام عليكم. إس إس السلام عليكم. إس لك عندك بنت الحمدنا، عيب عليكي. شو بصل لحتك بدين ثلاث هيك عاد وقفتوا حاطين راسهم براس بعض؟ لك على حب الله يا بنتي اطلعي من الزيعه هلا سقينا العرض. شو بنا؟ انزلي الله يرضى عليكي. على حب الله ما حد دعت بالزيعه هلا سقيتها من شوي. المهم
هي وقعت ما شفتها الشمعرين الان سمونا كيف قومت كل المدرسه ضدي انت الثانيه اخذتي لها رساله من رسائل خطيبك الغراميه ايش بدك اياها تضل بعقلها بنات خلصونا هلا من ريما ورامي خلونا بموضوع الاستاذ الجديد انا برايي نزين الصف يا حبيبتي منزينه معنا وقت استاذ ما بيكفي انا برايي انه نحفظ الدرس كلياتنا مشان يكتشف الاستاذ قديش نحن شاطرين لك شو نحن في مصدق شو نحفظ درس مركز الدرس حبيبتي انا برايي كل وحده تعمل منها موديل حلو بشعرها وتجي على مدرسه مشان تزغل له عينه الاستاذ حبيبنا على فكره انا سمعت انه جاي يخطب ايش شو بده بشعركم انتوا ثلاثه ايش شو جاي نقي مثلي بنو نضال حبيبي انت من امتى هون منذ الاذى كأني سمعان رفيقتنا دلع عم تنادي لها امرأة شوف شو بدها بفهم من هالشي انه قعدتي مو مرغوب فيها لا بتفهم من هالشي انه اهتماماتنا بتختلف عن اهتمامات حضرة جنابك مشان هيك مشان ما نخسر بعضنا قوم شوف لك شي حدا تتفاهم معه ويطبع عقله على عقلك ليكو ليكو ابو محمد قوم اقعد معه والله وصرتي تقيلة على قلب الكل يا عمي ضهر استاذ وبين كادر تعليمي كله انسات ليش الاستاذ عبد الله وين راح استاذ عبد الله صار منا وفينا تعودنا عليه وتعود علينا وبعدين الاستاذ عبد الله طول نهاره بالمخبر شو انت يا هدى ليكون خايفه الاستاذ الجديد يعجب فيكي يا حسره لو بنعرف بالحب والاعجاب ما كنا تمينا لهلا بدون جازه اي ما بتعرفي يمكن نصيبك انفتح على كبر دخلكم سمعتوا لي شيء عن الاستاذ وسيم هو كبير، صغير، شاب، حليوة، ختيار، كحكة، شو؟ الواضح من اسمه انه شاب وسيم ايه ما له علاقة الاسم بالشكل، هي انت اسمك جميلة هسا كريمة، لا تسمعينا حكي، ولا نسيتي انه انت كمان اسمك متبري منك شو قصدك؟ تقولي عني بخيلة؟ والله، نحن لحد هلأ ما شبنا قهوتنا، فأورجينا كرمك يا أنسة كريمة وصلني الكتاب ورح ابعت الرد عليه فورا ماشي استاذ عادل يعطيك العافيه الله معك انسة نعمات الانسة وداد عم تقول انه الكهرباء انفصلت معها بصف البكالوريا وهي عم تجرب لهم جهاز يا الله شو قالت لي اسمه شو قالت لي اسمه نسيت انسة ما بشكلي خلي ابو محمد يصلحه برا بس ما عرف طيب خلي ابو محمد يجيب كهرباء جيام الاحد عشان يشوف العطل ويصلحه امرك صعيل الأمانة أنسة نعمات وأنا مارقة من شوي قدام غرفة المعلمات سمعتهم عم يقولوا إنه معترضين على وجود الأستاذ معهم يعترضوا ولا يشبعوا إيه ما صدقت على الله إمتى المديرية بعتت لنا بديل لو كان أستاذ صعيل يعني الأستاذ اللي جاي يوم الأحد متجوز ولا أعزم والله ما بعتوا لي صورة عن دفتر عيلته نزلتي 5 كيلو؟ برافو برافو ياسمين ولسه أنسة بتضلني نزل وزني لوصل للـ50 ياسمين شو حكينا؟ قلنا مننزل 5 كيلو وبس ينزلوا هالخمسة مننزل الخمسة اللي بعدهم هيك لحتى نوصل للوزن اللي احنا بدنا اياه طمنيني مو حاسة انه حركتك صايرة هيك أخف وأنشط؟ شوي علقتي صورتك على البراد؟ ايه علقتها وصايره كل ما اجوع واضعف وافتح البراد بشوف صورتي وانا سمينة قام بخاف وبسكر البراد وبروح فورا بلتهي باي شغله ثانيه وهلا انا عم بستنى الخمسة كيلو الثانيات على احر من الجمل ان شاء الله انسه يلا باي ياسمين انتي وينك؟ اشتقنا لك انا وعمك ابو محمد ايه بطلنا عم بعمل ريجيم يا حبيبي هي بتعمل ريجيم ونحن بنخسر كل يوم منك يا انسي حنا الله يسامحك ليش انا شو عملت؟ شو عملتي؟ بس كسرتي لنا ميزانية البوفيه؟ أنا؟ شلون؟ بتنصحي البنات يعملوا ريجيم ونحن بنخسر هلأ يا أم سعدة، أنتِ ما بتنبسطي إذا شفتي ياسمين نحيفة مثل رفقاتها مبلا بس أي الله، الله ينحفها ويرزقنا من غيرها رهف، رهف، شو جاتي المدرسة؟ لا لسه رهف، أنا شو عامل لك حتى عم تعملي معي هيك؟ رهاب يعني شو بدنا نستنى الرجال حتى يموت لبين ما يجي حدا من اهله يا دكتوره انت بتعرف القوانين قوانين شو دخلوه على مسؤوليتي رجال صفي دمه يلا على غرفه العمليات يا دكتوره ما بصير هيك يا انسان يا دكتوره لا حول ولا قوه الا بالله
الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك دكتور. خير دكتور غيث، في شيء؟ سلامتك دكتورة. تصبح على خير. وانت بخير يا هيا. شو أنا شو عامل لك حتى عم تعملي معي؟ عملت عيني العقل يا هيثم، ام رفيق بنت حلال، وصلنا زمان ما شفناها. شكرا، مشان هيك عزمتها تتغدى عنا بكره يوم الجمعة. أولا بنتسلم معها، ثانيا هي مشتاقة كثير لهبة. بتعرفي حنان لما بيجي على المكتب بقول لها صباح الخير ام رفيق، بتقلي كيف هبة؟ صباح الخير. وأنا كمان اشتقت لها كثير، خالي ام رفيق كثير حنونة. ألو؟ أهلين عمتي سمية. عمتي حاكيني شوي شوي لأنه كالعادة ما عم افهم عليكي. بابا وماما؟ بابا وماما مناح. تكرم عيني. ايه تكرم عينك، تكرم عينك. ماما. ألو. أهلين سمية. كيفك؟ كيف الأولاد؟ شو؟ جاي لعنا؟ اهلا وسهلا هيثم. ايه ليكو ليكو موجود، يلا احكي معه. اهلين سمية، شلونك؟ كيفك؟ كيف بعدها؟ ان شاء الله مبسوط منيح، ما عاد وجعته عينه كان، مو عفوا خسرته. الله يسلمك خليك يا رب. كيف شو اسمه كان؟ ديما وريما. كيف ديما وريما؟ ان شاء الله بلاح. نحن والله الحمد لله ماشي الحال، يعني لا لا يبقى بالك عنا ولو. ايه يا اختي كيف ما حكيت معي يوم الخميس هذا؟ حكيت معي. ايه ها شفتي شلون؟ ايه سمعت، قالت لي. ايه الله معك، مع السلامات. سلامة يعني ضروري تقلي لانه انا هون. بس بتعرف منيح اللي نزلت وقلت لها عنه. انا اللي عن هب. هي معقول بتجرس الدنيا هي؟ طيب ولا امتى بدنا نضل مخبيين عنه يا ستي؟ الله يخليك، هلا خلينا نخبر مها وبعدين بنخبرها، يعني ضروري مره واحده. الله الله، شو هالشبوبية هي كلها؟ لا أبوكي خطير. شو وين رايح الحلو؟ عندي موعد. مع مين؟ مع مين ولا لوين؟ لا تزعل، مع مين وين؟ بدي أسهر مع رفقاتي. ونحن؟ بابا البراد مليان أكل. واللي بده يروح يتعشى مع رفقاته بتبرفن كل هالقد؟ ليش عم تضحك؟ الله يعين اللي بده ياخدك على قد ما بتغاري. ما بغار، بس بخاف عليك. تخاف علي من شو؟ بخاف تنسرق منه. ولك بابا ما حدا رح يسرقني. ليش تيتي؟ شو ضايقته؟ شو زعجته للأستاذ كرم؟ كأنك عطال أو النازلة عم تتلأمني عليه. عيب تيتي، مو عامل لك شي، مثلك مثله بهالبيت. وينك؟ إذا مو عاجبك الحال بتفوتي على غرفتك وما بتطلعي منها. شلون؟
ان شاء الله تكون مبسوط استاذ كرام. ارتحت هلا؟ رح تطولي بالك شوي، شو صار لك؟ لا تزعل عيون ستك، لا تزعل، بيتك مثل ما هو بيتها، بس هي ارنبي. كملي لا تخجل علاء. لو انا قبلت اهلي ما رح يرضوا، وانت بتعرف اني انا بنتهم الوحيده، بتمنوا لي احلى حياه. خلص 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 خلص، بكفي خلص. اوكي سلام علاء، صدقني بحبك بس ما بقدر. ما بتقدري تنظلمي مع واحد عاجز، كان لازم تقولي هالكلام قبل ما حبك وتعلق فيكي سماح. بس هلا تأخرتي كتير، تأخرتي كتير لقدرتي تاخدي هالقرار. بس عموما خلاص، أنا بعفيكي من علاء. أنتي معك حق أساسا، ما بصير ترتبطي مع واحد عاجز. علاء بترجاك تسامحني، أنا ما قصدي أجرحك، بس فايقة بكير يوم الجمعة. أنا متعودة فيق بكير حتى يوم الجمعة. أعمل لك فنجان قهوة؟ إذا بتشربيها معي أعمليها. تكرم عيونك. لا ما زعلت، بس أنتوا يعني آخر فترة سبحان الذي خلقكم صايرين ما بتنطقوا. بعرف انه اهتماماتي غير اهتماماتكم، بس يعني هاد ما بيعني كمان انكم تعاملوني كأني شخص غير مرغوب فيه. على كل خلود ليكي، انتو احرار تحكوا معي ما بتحكوا معي، هذا الشي بيرجع لكم. انا ما بيهمني غير انه ما نخسر بعض، يعني نحن مضل رفقات مدرسة وحدة. ماشي الحال. لا لا ماني زعلانة، ما فيني شي. مع السلامة. بنات تافهات. صباح الخير نضلتي. صباحو. قومي افطري فتة من عمايل خطيب اختك جهاد، تاخد العقل. ليش جهاد عنا؟ بالمطبخ من بكير. ايشو شايفنا بمنامه؟ عبال ما يشوفك سعيد الحظ بمنامه. يلا قومي ابنها تبرد فتة. يلا. والله كفو هالجهاد، ان شاء الله يكون عنا مخلل. بابا نضال بصلة. هاي بصلة. يسلموا الايدين، طيبة كتير. صحة وهنا عمو، طمنينا نضال، ان شاء الله حبيتيها. طيبة ما بها شيء. على كل حال انا قلت لها ندى بكره بس نتجوز ما رح تخليها تطبخ شيء، انا رح اتولى المهمة كلها. بس فوتة المطبخ مو للرجال. مين قال لك مو للرجال؟ بابا بحياتي ما شفته فايت على المطبخ، يمكن ما بيعرف بأي قرنة من البيت المطبخ. فوتة المطبخ هي شغلة نسوان مو شغلة رجال. سمعت؟ وانتي نضال بتعرفي من وين طريق مطبخكم ولا؟ اي نضال
كل اسبوعين ثلاثة لتفوت المطبخ، وإذا فاتته مشان تشرب مي. غريب والله، كل البنات بحبوا فوت المطبخ. شو رأيكم تشربوا كاسة شاي؟ اي والله، قوم جيها تحط الإبريق على النار. روح ارتاحي مرت عمو، أنا بعمل كل شيء. هلا بروح، بس لحتى هدي الرز. الساعة صارت قريبة الثلاثة، وهلا بتجي أم رفيق بدها تتغدى عنا. معك حق. مبسوطة إنه أم رفيق جاي لعنا؟ أنا كثير بحبها لخالي أم رفيق. هي وحيدة مثلي. بس أنتِ هلا ما عدتي وحيدة. بعد معرفتك وعرفت عمو وولاد عمو أكيد أنا مش وحيدة. ليش مسكرين الباب؟